السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم معنا اليوم في فلوق جديد من المرصد ديال الطرفاية. كتشوفوا معنا الفليكات بداو كيدخلوا صحاب ازايز، بداية موسم صيد الأخطبوط الصيفي. هما داخلين الفلايك لأن كاين واحد المنزلة فيها شي 3 أيام تقريبا. كتشوفوا معنا الفلايك داخلين، البارخة حتى هما داخلين. الحمد لله كاينة شوية السلعة، الأثمنة مزيانة الحمد لله. هاد الموسم هذا البداية بعد ديالو كتبشر بالخير. ازايز الغليظ داير 100 درهم، والمويان داير 75 درهم تقريبا إلى 70 درهم. ها المرصد ديال الطرفاية كما كتشوفوا، الناس كيتعاونو هاد التاريخ داخل وجه الفلايك. الفليكات داخلين، نتمنى ان شاء الله ان لاشين تكون في مستوى من الاعجاب ديالكم. متنساوش تعملو ديما بجيم بارطاج، الله يحفظكم. اللي عنده شي سؤال ولا شي مرحبا به، الف مرحبا. اللي كيحب شي فيديوهات يبغي يشوفهم ولا شي يخلينا في شي كومونتير، حنا راح الإشارة. كنشكركم دائما على الدعم ديالكم المتواصل. الدراري هنا اللي كيتعاونوا مع صحاب الفلايك هما كيصوروا الرزق ديالهم شويه. بغا يسبقوا الباريخات هما الاولين، ياك يبيعوا هما الاولين عاد يبيعوا الفلايك. هذه ديالك خرجتي ونسيتي؟ Thank you.
تقول لي بطلع مع الدروج تقول ثلاثة شوفك زويزات طبرتي على راسك يا واحد الدريري صاحبي الدولي شو الدولي؟ زاد عليا ارا عندهم؟ ارا معاه 20,000 ارا ارا أبي الغدر أحسن